بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلابنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، النهاردة هنبدأ أول حصة في المنهج واليونت الأول عندنا في المنهج، واللي عنوانه I feel good. أيوه I feel good يعني أنا أشعر إني good. good يعني جيد. My health صحتي is good. ليه؟ I eat أنا باكل in a good way. I feel good. عنوان الوحدة الأولى I أنا feel أشعر good. طيب هسألك سؤال، أنت تحس إن أنت good، عندك good health، ثلاث حاجات هتخليك تحس ان انت جود. ايه هي يا ترى الثلاث حاجات اللي يخليني اقول I feel good؟ فكر معايا كده، ايه هما الثلاث حاجات دول؟ رقم واحد your food. I mister يعني تقصد ان انا I eat healthy food. ايوه انا عارف الجملة دي يا مستر من تالتة ابتدائي. ايوه يا ولد I eat انا باكل healthy food. طب ما تيجي اعلمك كلمة تربط الجملة دي بتاع I feel good بجملة I eat healthy food. حاضر اسمع معي، الكلمة دي كلمة because، لأن، يبقى كده ممكن اعمل جملة طويلة. ماما نعم I feel good because I eat healthy food، لان انا باكل healthy food. ماما هتقول لك يا ولد يا ولد انت متأكد من الكلام؟ يا ولد you don't eat انت ما بتاكلش unhealthy food. أيوة I don't eat unhealthy food. يبقى رقم واحد بتخليك تحس بأن أنت كويس وصحتك كويسة الفود. رقم اتنين إيه؟ تاني حاجة يا أصدقاء النوم sleep. تفتكر الواحد المفروض ينام كم ساعة؟ 8 hours. How many hours? 8 hours a day 8 ساعات في اليوم. فبقول كده وبص عليا وانا بكتب وراعي الخط، والكلام ده قلناه في الكورس بتاع الاعداد. I sleep 8 hours بنام 8 ساعات a day في اليوم. تفتكر ايه الحاجة التالتة؟ sports الرياضة. ايوه فعلا لو انت بتعمل رياضة هتقدر تقول I feel good. يبقى بعد المقدمة ديت عرفت امتى هتقول I feel good. ايوة I do sports انا كمان بلعب رياضة. I go swimming بعمل swimming. I play football بلعب كرة قدم. يبقى I feel good لها اسباب. في اليونت بتاعتنا هنركز قوي قوي على سبب واحد، واكتر سبب هنركز عليه الفود الطعام. كل اليونت هتلاقيها تتكلم عن الفود الطعام. يلا نشوف صورة عرضها كتاب المدرسة بتتكلم عن الفود. What can you see؟ انت شايف ايه؟ انا شايف خير كتير قوي، شايف fruits. fruits يعني فواكه. مش خالتك فواكه يا ولا، فروتس يعني الفاكهة اللي قدامك دي، زي مثلا apples مش باينة، لأ نغير اللون apples تفاح مثلا، mangoes مانجا مثلا، dates أحلى بلح يا جماعة، ونوع تاني كمان من الديتس من البلح أهوت، وإيه ده كمان وديتس تاني؟ إيه واليوم كله ديتس ولا إيه؟ جوافز جوافز
وادي كمان الجوافة زهيت، وادي كمان ستروبريز فراولة. مفيش فراولة؟ لا ازعل كده، والله ازعل لو مفيش فراولة. اقول لك كفاية عليك المانجو، كفاية عليك الايه؟ المانجو احلى حاجة، المانجو صح؟ ومضرب لك واحدة وتعال. انت رايحة فين؟ ما تخليكي معانا شوية. اقول لك امشي يلا. Which fruits can you see in the picture؟ سمينا يا عم، قلنا كل الفروتس اللي احنا شايفينها في البيكتشر. في السلايد دي في سؤالين. السؤال الاول بيقول لك which fruit، يعني ايه الفروت، الفاكهة. السؤال الاول بيقول لك which fruits، ايه الفواكه. Can you see اللي انت شايفها in the picture، في الصورة. السؤال الاول which fruits، ايه الفواكه. Can you see in the picture، سميناها طبعا في الصورة الكبيرة، وقلنا بقى الابلز والديتس والمانجوز. طيب what is your favorite fruit، what is، ما هي your favorite fruit. الإجابة على السؤال ده بتبقى كده my favorite fruit. my favorite fruit، فاكهتي المفضلة، is، هي. مستر وليد what's your favorite fruit، حبيبي my favorite fruit is mango. no no other fruit، my favorite fruit is mango. another question which fruits، ايه في الفواكه دي. do people grow in Egypt، الناس اللي in Egypt في مصر بيزرعوا ايه. مصر على فكرة مشهورة قوي بزراعة الفاكهة، احنا متقدمين جدا في زراعة الفاكهة. واسأل ابو ربيع، اسأل ابو ربيع. طيب share your answers with your partner، يعني قول لماما وقول لبابا وقول لأخوك وقول لزميلك people in Egypt grow ايه. هكون جملة كده هتقول people in الناس in Egypt في مصر بيعملوا ايه يا صديق؟ grow. طيب بصوا يا اصدقاء، بصوا يا ماما وانت قاعدة جنب ابنك، بص يا ابني وانت قاعد بتسمعني على المنصة او على اليوتيوب، بص يا صديق في الدروس بتاعتنا انت ما بين حاجتين، بتتعلم كلمات وبتحفظ جمل، بتتعلم كلمات وبتكون جمل. طيب مرة تلاقينا بنحفظك كلمات، ومرة بنعلمك جمل. المرة دي بتاع الجمل بدايتها ازاي؟ people in Egypt، الناس في مصر، مالهم يا سيدي؟ grow، بيزرعوا ايه يا جميل؟ fruits، فواكه. people in Egypt grow mangoes، اسأل الإسماعيلاوية. people in Egypt grow dates، اسأل الناس في الواحات. people in Egypt grow جوافز، اسأل الناس حبايبنا في بحري، أحلى جوافة في الدنيا. people in Egypt grow strawberries، فراولة، حلاوة الفراولة من بحري. يبقى grow بنزرع ايه؟ السبجكت people in Egypt grow، الناس في مصر بتزرع. وصلت؟ وسمي الحاجة يا جميل. اوكي؟ طب انا عايز اقول في محافظتي people in اسماعيليه grow mango، people in alexandria grow fish، بيزرعوا سمك، دول بتوع اسكندرية، مش عارف بيزرعوا ازاي بس هو جميل في الزراعة. يلا يا اصدقاء نروح، هنروح لفين بس الاول قبل عشان ما نتكلم. يلا يا اصدقائي نروح لفكرة تانية، يلا نروح لفكرة تانية. ايه انت مش هتروحي معانا ولا ايه؟ طب يلا باي. الفكرة التانية، انت ومامتك في البيت تسمع كلامها في وقت الاكل ولا بتغلبها؟ مستر انا احسن واحد بيسمع الكلام وباكل اللي اتحطه قدامي وباكل اللي ماما بتقول عليه وبشرب اللي ماما بتديهوني وتمام زي الفل. I hope so، تبقى عيل جميل وتبقى بنت جميلة. اوكي؟ بس اللي احنا بنشوف في البيوت حاجة تانية. طيب يا اصدقائي لو بصيتوا معايا هنا كده هتلاقيه ولد بيغلب مامته ولد بيتكلم مع مامته، بس الولد ده مش بيغلب مامته زيك،
تعالى نشوف ايه الحوار اللي دار بينهم. مش هنشوف الحوار بس، لا احنا هنسمعه بالنطق الاجنبي بس، بعد حاجة واحدة بس لو فاكرها في الكورس، بعد ما تصلي على النبي اسمعك النطق الاجنبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Unit 1 Lesson 1 Page 4 Exercise 1 Listen and read. Lunch is ready. I made some special food for us. Mom, it looks delicious. Which food comes from our country, do you think? I think we grow... Unit 1, Lesson 1, Page 4, Exercise 1. Lunch is ready. I made some special food for us. Mom, it looks delicious. Which food comes from our country, do you think? I think we grow rice in Egypt. Yes, that's right. What else? I think we raise chickens in Egypt. Yes, and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat. Yum. تعالوا يا أصدقاء نتدرب على طريقة في القراية جامدة جدا. وانت بتقرأ انجليزي اقرأ لي كل كلمتين مع بعض او ثلاثة كلمتين مع بعض. يعني انا مش هقول lunch is ready، لا، lunches 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 ready lunches ready، يعني الغدا جاهز. هنقرأ ونترجم بس اهم حاجة نركز على reading القراية، وركزي معايا يا استاذة علشان تعلمي ابنك كويس. lunch is ready، ولو قرا غير كده تقول له لا ستوب، المستر قال كل اثنين او ثلاثه مع بعض. lunch is ready. I made some. I made some. مش I made some. مفيش قلقله في الانجليزي. Easy. I made some. I made some. Special food. Special food. For us. For us. مش for us. لا for us. انا عملت. I made some special food. بعض الطعام الخاص for us. علشان. Mom, it looks delicious. شكل الأكل لذيذ. It looks. ده الشكل. لسه ما دقش. طب لو ده يقول it tastes. عندي اتنين expression هنا. واحد it looks يعني يبدو للشكل. It looks delicious. واحد it tastes delicious وده يبدو للمذاق. يبدو مذاقه delicious لذيذ. بعد كده دخلوا في حوار بتاعنا اللي احنا عايزين نوصل له. Which food ايه الطعام comes from our country. Which food comes from our country. ايه الاكل اللي بيجي من بلدنا. Do you think في رأيك. اي حاجة بتقولها للي قدامك وبتاخد رأيه قول له في اخرها Do you think. قول له في اخرها Do you think. I think we grow rice. We grow rice. I think we grow. We grow. We grow rice in Egypt. Rice in Egypt. Yes, that's right. What else? What else? إيه كمان? What else? I think we raise chicken. We raise chicken. Raise chickens. يعني بنربي الفراخ in Egypt. عندنا على السطح دي موجودة. Yes. And tomatoes and onions and tomatoes and onions. Egyptian farmers. Egyptian farmers. كلمتين مع بعض. الفلاحين المصريين produce. خلي بالك produce. مش عايز اسمع بقى الكلام الغريب ده والنطق الغريب ده. لا اسمع. Produce. Produce. يعني بينتجوا. Many things. بينتجوا many things. أشياء كثيرة. You see on this table. Let's eat. يلا بينا. ناكل. يام. ده كده كان الولد ومامته الاتنين الجمال دول. يلا بينا بقى نجاوب على اسئلة على القطعة او على المحادثة اللي فات. السؤال الاول what meal يعني ايه الوجبة. Are they having اللي هم بيتناولوها. Breakfast, lunch, dinner.
breakfast يعني فطار اللي هو الصبح، lunch الغداء اللي هو بيبقى الساعة 4 5 2 12 2 كده، dinner العشاء اللي هو بيبقى في الايفنينج في المساء. فالإجابة كانت lunch is ready. What does the verb raise؟ بيقول لك كلمة raise اللي انت شايفها قدامك دي، What does it mean؟ يا ترى معناها ايه؟ raise يربي. What does it mean؟ يعني انا هكتب له يربي؟ انا لا، بقولها لك انت عشان تبقى عارف. طب هتكتب ايه in English؟ What does it mean؟ To keep and feed. Keep يعني يحتفظ به، وفيد يعني يطعم. Chicken to get eggs، علشان تحصل على ال eggs and meat. فكرة جامدة جدا، في اوضتك تحت السرير هات لك فرختين ربيهم، وعندك eggs بيض وعندك meat كمان لحمة جامدة. To build houses for a chicken، تبني الhouses بيوت for chicken. To grow healthier، لا 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 لا، هي letter A. To keep and feed، تخليها عندك وتأكلها. صار الإجابة الصحيحة هون to keep and feed. keep إنك تربي، وفيد إنك تطعم. فيكم تسمعوا هالسوري؟ هالسوري. What does Maggie think about the food? What does Maggie think? Maggie يعتقد إيه؟ think delicious ولا tasty؟ ما delicious هي tasty. Delicious or nasty؟ Delicious or terrible؟ طبعا delicious، أكل أمه يالا delicious. اوعى تقول على أكل أمك حاجة، أكل ماما ماله delicious، أكل ماما tasty، أكل ماما ماله delicious tasty. فاهم؟ اوعى تقول غير كده، لا أنت ولا باباك، عشان ما تزعلوش أنتوا الاتنين. ابني وبنتي الجمال، أنا قلت لكم إن إحنا بنتعلم يا كلمات يا جمل. دلوقتي دور الكلمات. الكلمات اللي احنا نتعلمها معظمها انت عارفها. تعال راجع معايا. اول ورد عندنا هنا في المراجعة page 5 exercise 4 listen check and say look 1 chicken chicken الفراخ 2 grapes grapes العنب 3 milk milk اللبن 4 onions onions البصل 5 rice rice الرز رز 6 sugar cane. حضرتك لما تخلي ابنك يشترك معانا او يبقى موجود معانا على المنصة او متابعنا على قناة اليوتيوب، يبقى انت كده بتنقذيه من لا شكرا شكرا من الكلام ده. watermelon watermelon or watermelon water or watermelon 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 او ان انت تقول watermelon. تعالوا بقى نشوف الكلام ده مصور ومسموع. يلا بينا صلوا على النبي الاول عشان اسمعكم الاجنبي. البيكتشر الاولى ديت للتشيكن، والبيكتشر الثانيه دي للجريبس، وبعد كده للميلك، وبعد كده نزل لنا الانيونز، وبعد كده نزل لنا ايه؟ نزل لنا الرايس، وبعد كده نزل لنا ايه؟ هو ده ايه؟ رز. بعد الرايس نزل لنا ايه؟ توميت بوتيتوز. بعد البوتيتوز بعد الرايس نزل لنا بوتيتوز، بعد كده بانانز، بعد كده مانجو، بعد كده هنا هينزل ايه؟ مانجوز. هنا ايه؟ مانجوز. بعد كده نزل لنا شوجر كين قصب السكر، ووتر ميلون البطيخ. دلوقتي تدريبة الخط والاستماع، هنمشي اتفرج وركز معايا على خط كويس واستماع جيد. Unit 1 Lesson 1 Page 5 Exercise 4 Listen Check And say. أهم حاجة وإحنا بنكتب، إحنا هنكتب دلوقتي الكلمات دي تحتها، بس هنراعي قواعد الخط وهنخلي كل كلمة مكتوبة
على السطر بالظبط في حروف هتنزل وفي حروف مش هتنزل، في حروف طويلة وحروف قصيرة، راعي ان انت تكتب زي المستر بالظبط. 2 grapes 3 milk 4 onions 5 rice 6 potatoes 7 bananas 8 mangoes 9 sugarcane 10 watermelon. لو لاحظت معايا يا صديقي هتلاقيني ملتزم بالسطر، بنزل في الجي والبي، يعني انا لو عندي سطر كده وعندك حرف الجي بينزل والبي بينزل، الواي كمان بتنزل. الحرف الطويل بيبقى بالشكل اللي انت شايفه ده، الانيونز، رايس. حرف الار لازم تكتبه وتجيب تحتيه حرف تاني، يعني حرف الاي كده زي فرع الشجره، تكتبه وتخلي تحتيه فرع ايه؟